فرصة برضه كان ليه نجاح كبير في رمضان السنة دي. الحمد لله. احكي لي شوية عن أحمد داوود. طيب في المسلسل خلينا نشارك معاك النهارده. مشاهد دي مع داوود وطارق ومعظمها يعني مع داوود. داوود انسان جميل ودمه خفيف جدا، ودي تاني مره نشتغل فيها مع بعض. يعني اول مشهد في حياتي عملته خالص كان في لعبه النسيان، كان مع داوود. فانا مستنيه ان شاء الله الحلقات تنزل بعد بكره وبعد بعده، وقولوا لي بقى رايكم فيها. شايفه ازاي عالم المحامين؟ طيب شايفه ازاي؟ يعني ايه؟ يعني ايه شايفاه ازاي؟ المسلسل اللي قريته كلكم محامين، فشايفه ازاي العالم ده يعني؟ بس انا مش طالعه محاميه. انا عايز اقول لك ان انا ما لحقتش اتفرج على المسلسل خالص بسبب التصوير، اللي احنا لسه مفركشين احلام سعيده اول امبارح. فان شاء الله اول ما رمضان يخلص هبتدي بقى اتفرج على الحاجات كلها، بس انا لسه ما شفتش حاجه. اخر ياسين، طيب احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده انا واسر في نمره 2، كانت تجربه جميله قوي. ياسر راجل كده يعني بما تحمله الكلمه، بمعنى هو جميل وخدوم وجنتلمان يعني. فمبسوطه قوي ان احنا اشتغلنا مع بعض في نمره 2، بس ما تقابلناش بقى في سوتس. شفت النسخه الاجنبيه من المسلسل؟ لا ما شفتش النسخه الاجنبيه. بس ما اتعرض عليك، انت كنت عارفه ان في مسلسل كده؟ كنت عارفه ان في يعني مسلسل اسمه كده، بس انا ما كنتش اتفرجت عليه. ما لحقتش اشوف اي حاجه خالص. عايزه يعني شفت طبعا المسلسل بتاعي احلام سعيده، بس بعد رمضان ان شاء الله هبدا اتفرج على الحاجات اللي الناس قالت عليها حلوه يعني. نفسي امثل مع ناس كتير قوي قوي والله. نفسي قوي اشتغل قوي مع محمد ممدوح. نفسي اشتغل مع محمد هنيدي عشان هو ممثل عبقري. ونفسي اشتغل مع محمد هنيدي. مفتقدين محمد ممدوح السنه دي في رمضان؟ نعم مفتقدين في رمضان محمد ممدوح. طبعا طبعا. مفتقدين الحاله بتاعت لعبه نيوتن. دور نفسك تعمليه في الفتره الجايه؟ نفسك تعملي ايه؟ نفسي اعمل كل الادوار بجد. نفسي اعمل كوميدي. تحبي مين من الناس؟ محمد هنيدي طبعا. غير هنيدي؟ غششني كده، ممكن تفكرني؟ القديم ولا الجديد؟ طيب مين كمان؟ سمير غانم الله يرحمه. طبعا استاذ سمير غانم الله يرحمه طبعا. طبعا نفسي قوي اشتغل مع احمد حلمي طبعا. كلميني بقى عن اقرب عمل قدمتيه قريب من قلبك قوي يعني. والله اللي قريب قوي من قلبي احلام سعيده، عشان لسه خارجين بقى من التصوير والحاله بتاعت الحب اللي كانت ما بين الناس كلها. وعايزه اقول لك ان اخر يوم تصوير ده كان عاطفي قوي. الناس بجد كانت بتعيط، واللي هو حاسه كده ان احنا يعني اتخدت على اخويا. انا مش عايزه المسلسل يخلص دلوقتي يعني، مش عايزه الاجواء دي بجد تخلص يعني. كانت كواليس جميله قوي، فده كان قريب قوي قوي من قلبي. وبجد برضو بحب قوي نمرة 2، يعني قريب قوي برضو من قلبي. عندك فيلم سينما عبر الفترة الجاية؟ فيلم القاهرة مكة. أيوة. مش عارفة هينزل القاهرة مكة امتى، بس القاهرة مكة اخراج استاذ هاني خليفة وبطولة استاذة منى زكي. بيحكي عن قصة واحدة بتخوض رحلة، هي بتتوب عن مهنة معينة، وبتجمع فلوس عشان تروح تعمل عمرة. بتقابل ناس كتير بقى من حياتها في الماضي وفي الحاضر، وناس جايين بقى من زمن بتقابلهم تاني من أول وجديد في الرحلة دي. فأنا بقى من الكاركترز اللي جم من زمان. عشان هوايتك بقى غير التمثيل والحرية بتعملي بحاجات دي؟ والله انا بحب اي حاجه بتتصنع بالايد يعني. انا بعمل الخزف وبشتغل بالخشب وبزرع يعني. اي اعمال يدويه هي دي هوايتي. متجوزه طيب ولا لسه؟ لا مش متجوزه. لسه متجوزه؟ المواصلات فتح احلامي يعني. الواحد لما بيقعد يقول المواصفات بيقابل حاجه تانية في الحقيقه. بس لا بتيجي نشيل السؤال ده. تعالى نشيل السؤال ده. يعني احنا بنتكلم في العموم يعني. عايزه نوصل فني من خارج الوسط الفني يعني.
مواصفات فتى احلامي ان احنا نبقى صحاب، نبقى صحاب ونعرف نتكلم مع بعض، نعرف نفتح حوار ونقاش اكنه صديقي المقرب. يعني مين اصحابك من الوسط الفني ده؟ من اقرب حد ليك في الوسط الفني؟ بص انا ما بقاليش كتير قوي بمثل، بقالي سنتين، ف يعني عملت علاقات كتير قوي الحمد لله، وكل الناس اللي انا اشتغلت معاهم زملاء قريبين قوي مني، بس يعني اصدقائي المقربين قوي اللي هم صحابي من وانا صغيره، من وانا في المدرسه. عندي طبعا ناس بحبهم قوي في الوسط يعني، وزملاء اعزاء يعني، بس الصداقات القويه قوي لسه ما عملتها، انا لسه باديه تمثيل بقالي سنتين. جيم توفيق، مبروك تاني مره على الاعمال. شكرا، ربنا يخليك، متشكره جدا.